أعلنت قوة مكافحة الإرهاب وهي إحدى أبرز تشكيلات الجيش العراقي يوم الثلاثاء الماضي أن يحرز تقدم كبير في العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها مدينة الموصل، وعلى الرغم من أن نطاق العمليات العسكرية لا يزال مقتصرا على الجزء الشرقي من المدينة حاليا التي تشهد حرب الشوارع عنيفة وكرا وفرا بين المتقاتلين، إلا أن قائد قوات مكافحة الإرهاب قال إن قواته تتخذ حاليا من منطقة بعشيقة الواقع شمال شرقي الموصل مركزا لها، وتشن هجمات من المحوريين الشمالي والجنوبي ونجحت من المحورين الشمالي والجنوبي ونجحت في استرداد مدن على طول طريق، منجزة بذلك تقدما كبيرا عن طريق قطع طرق امدادات لمنظمات متطرفة ومكافحة المتطرفين، فضلا عن تقديم دعم لوجستي لبقية القطاعات العسكرية العراقية التي تخوض معارك شرسة في معظم قوات العمليات الأخرى لمدينة الموصل.